في البرية لا يوجد يوم بدون معارك، ومن المستحيل ببساطة التنبؤ بنتائج تلك المعركة. هناك دائما هذا الحصان الأسود الذي لا نتوقع فوزه، ولكن في عالم الحيوان كل شيء ممكن. حمار ضد ضبع، حصان ضد جمال، دب ضد أسد، وأكثر من ذلك بكثير. هذه الطبيعة البرية. في هذه الحلقة سأريكم أكثر معارك الحيوانات المذهلة. هيا بنا. الأسد ضد الدب. عليك أن تعترف أنه صعب تجاوز مثل هذا العنوان. بغض النظر عن كل شيء، إن هذين الحيوانين كبيران وخطيران ومستعدان لتمزيق عدوهما لأجلاء. من الواضح أن المعركة في هذا الفيديو لم تكن ودية ولم تكن أي نوع من المزاح. بالعكس، كانت الحيوانات تدافع عن أرضها. يجب أن أقول إننا لا نستطيع تحديد الفائز، لكنني أعتقد أن الدب قاتل أفضل. ماذا تعتقد؟ من الذي تعتقد أنه فاز؟ أخبرني في التعليقات. هذه معركة بين أسد جبلي ودب أسود. في البداية قد يبدو أن الدب جبان ولن يقبل التحدي، لكن هذا هو الرأي الأولي والمخادع فقط. قام الدب بأداء خدعته الشهيرة في القتال ولقد نجح. زحف بمهارة وسرعة إلى أسفل الجانب الخلفي من الشجرة وهاجم فجأة الأسد وأخذه على حين غرة. تم تقليص المعركة الإضافية إلى هجمات مرتدة مستمرة والتي خرج منها الدب فائزاً. إما أن الأسد يفتقر للسرعة أو لم يكن لديه خبرة في مثل هذه المعارك. خرج الدب فائزاً بالرغم من عدم إظهار ذلك لنا. في رأيي كل شيء عادل. وجوه مألوفة. بعدها لدينا واحد آخر، أسد الجبل ومعركة الدببة من ذلك اليوم. ما أعجبني أن هذا كان لديه سيناريو مختلف تماماً. لقد رأينا أسوداً تهاجم الدببة، لكن هنا قرر الدب أن يكون الشرير ولاحظ أن لبؤة الجبل بأشبالها استقرت على مقربة منه. سواء كان ذلك بسبب الجشع أو الحقد، فقرر أن يطردها بعيداً. لذلك اندفع وجهاً لوجه مثل الكبش الضارب. حاولت اللبؤة دفعه وخدشه وعضه، لكن الدب السمين لم يهتم إطلاقاً. فقط صرخة قوية مدوية أوقفت الدب وأعادته إلى رشده. في هذه المرحلة بدأت الحيوانات في معرفة أي منهما كان أروع، والفائزة هي الأنثى. بغض النظر عن كيف تنظر للأمر، ولكن عندما يكون هناك أطفال تحصل الحيوانات على 1000 نقطة في الثقة والقوة. حصان أم جمل؟ أي حيوان بينهما سيكون أفضل رفيق للبشر؟ ماذا تعتقد؟ حاول الناس اكتشاف ذلك، لكن في النهاية قررت الحيوانات التحقق منه بنفسها. غالباً لم تشارك شيئاً مع بعضها، وسبب ذلك لقتال. الحصان معروف للجميع بما في ذلك الحيوانات، بأرجله القوية للغاية والتي يمكن أن تقضي فوراً حتى على أكبر مقاتل. وإدراكاً لذلك اختار الجمل أسلوباً غير عادي ولكنه فعال. بدأ في ضرب الحصان برقبته القوية والمتينة. في النهاية أوقع الحصان أرضاً. حسناً، هنا لم يعد أمام الحصان فرص أخرى. لقد أنهى الجمل المعركة بشكل منهجي. جعل الحصان يعرف أنه لن يهزمه أبداً وترك المسكين يتحرر. هل تظن أن للحصان فرصة للفوز؟ هل كان قادراً على التغلب على الجمل في ظروف أقل حرارة؟ أخبرني في التعليقات. الحماية من الشرير. كانت عائلة من النيس تباشر أعمالها بهدوء عندما اقترب منها فهد. سرعان ما بدأ الوالدان بتغطية الصغير، ثم بدأت بإخافة المفترس بعيداً بأصواتها الغريبة. في مرحلة ما كانت مخالبها قريبة من الوصول للصغار، لكن العمود الفقري للكبار غرز فيه فوراً، وكان على المفترس أن يهرب. كان عليه أن يخرج العمود الفقري بأسنانه أولاً ثم يجرب حظه مجدداً. استمر المفترس برغم إصابته، وفي وقت من الأوقات حاول الإمساك بالكبار والوصول للصغار، لكن لحسن الحظ فإن الأهالي المهتمة لا تستسلم. في مرحلة ما تعب الفهد واتخذ القرار الصحيح الوحيد في هذه الحال، التراجع. حمار ضد ضبع. يبدو أن هناك مفسد في عنوان هذه المعركة وحده. من الواضح أن الحمار لا يمكنه معارضة أي شيء للضبع الجائع والغاضب، أليس كذلك؟ حسناً، التقليل من خصمك هو آخر شيء تفعله. أربك الحمار الضبع بلطفه وعجزه، مما جعل الضبع يفقد التركيز ويفلت ذيل الحمار من فمه. عندما أدرك أن هذه كانت أفضل فرصة للفوز، أمسك الحمار بالضبع من أذنه وجره بأقصى قوة ممكنة. صرخ الضبع بسخط وحاول التملص والخروج من قبضة الحمار، لكن لم يساعده شيء على الإطلاق. كانت القبضة قوية جداً، ولم يكن وزن الضبع كافياً لإحداث أدنى مشكلة للحمار.
مساعدة غير متوقعة. يشتهر غرير العسل بكونه مثابر وقوي. يبدو أنه بعد المبالغة في تقديره مضى قدماً، وجد نفسه محاصراً من قبل ثعبان. قام الثعبان بلفه بمهارة بجسمه وقام بتجميده، مما يحرمه من القدرة على الحركة ولو قليلاً. من الممكن أن يموت غرير العسل في هذا الوضع لولا ابن آوى الذي جاء للإنقاذ. كان يركض بالقرب، وحدث أن لاحظ غرير العسل في ورطة. أدرك ابن آوى أنه لن يؤذيه، لكن الثعبان قد يفعل ذلك. قرر المساعدة وبدأ في تشتيت انتباه المخلوق الزاحف عن طريق التنمر عليه بكل طريقة. لقد ركز الثعبان على ابن آوى وأطلق فريسته بعيداً وتركها تهرب. إذا كان أي حيوان آخر بمكان غرير العسل لهرب بالتأكيد، لكن هذا ليس هو الحال معه. من المفارقات أن غرير العسل خرج منتصراً وأخذ كل المجد لنفسه. جر الثعبان الميت إلى الأدغال وطرد ابن آوى الذي ساعده، وهذا ما هو عليه. شرير جاحد أناني لا يريد المشاركة. ما حدث في الفيديو التالي يمكن تسميته شجار في البرية. أولاً كانت هناك أسود تتجول بين الأدغال في مجموعة صغيرة، كانت تمارس روتينها اليومي ولم تلمس أحداً. ولكن إن لم تلمس أحداً فهذا لا يعني أنك بعيد عن المشاكل. قرر وحيدو القرن العبث معها وفعلوا ذلك بشكل جيد. لا يبدو أن للأسود أدنى فرصة للفوز. حتى في القطيع لا تتمكن دائماً من القتال ضد وحيد القرن. لكن هنا عندما وقفت العديد منها ضد العديد من الأسود لا يوجد فرصة إطلاقاً. يبدو أن مجموعة وحيدي القرن أصبحت القادة هنا. ولكن بعد ذلك دخل المشارك الثالث في اللعبة، الأفيال. كانت هناك عجول في مجموعتها، مما يعني أنها جاءت لهنا بشكل عدواني قدر الإمكان، ومصممة على القتال مع أحد لمجرد حماية ذريتها. والمثير أنه حتى مع الأخذ في الاعتبار هذه العوامل، فإنها لم تجرؤ على اختبار قوة وحيد القرن. لقد اتخذت قراراً بالتراجع. إذا هاجمت مجموعة من الأفيال مجموعة من وحيد القرن، فمن الذي تعتقد أنه سينتصر في هذه المعركة؟ أخبرني رأيك في التعليقات. فهد ضد أناكوندا. حدث هذا في البرازيل على ضفاف نهر كويابا. تم تصوير الفهد يتسلل على الشاطئ، ومن الواضح أنه كان على وشك تحقيق شيء، ولم يمضي وقت طويل قبل أن يدرك الناس ما هو. قام القط الوحشي بغمس مخالبه تحت الماء، وفي لحظة استعاد أناكوندا. أتساءل كيف رآها هناك؟ اندفع الثعبان إلى الفهد عدة مرات خلال المواجهة، بل وتمكن من عض أنف الحيوان، وذلك قبل أن تقوم القطة الكبيرة بتحييد هذه الأناكوندا. بالرغم من أن هذا الثعبان يمكن أن يكون طوله أكثر من 3 أو 4 أمتار، إلا أن الفهد لم يهتم. لقد فهم أنه كلما كبرت الفريسة كان العشاء ألذ. معركة الجواميس الأنثوية. قرر هذا الجاموس الغير المألوف الذي انضم بالخطأ للقطيع الاستفادة من كل الفوائد وذهب لأقرب أنثى. بما يليق بالأنثى فقد رفضت الذكر وانتظرت شريكها، ولم يكن للذكر الخجول الوقت الكافي للعودة لرشده بعد رفضه، لأن هذا الذكر الذي رأى الفوضى تدخل فوراً. علاوة على ذلك، ستظهر اللقطات كيف تتجه الحيوانات وتهدر قوتها وتدفع كلاً منها الآخر. في مرحلة ما ارتفعت سحابة من الغبار بسبب القتال الشديد. حتى الأشخاص الذين صوروا تلك المعركة لم يعرفوا من الذي أصيب ومن هو الفائز. ومع ذلك وفقاً للنهاية، هناك شيء يخبرني أن الضيف غير المدعو قد تم إبعاده عن القطيع. مبارزة بين كبشين. إذا قارنت المعركة بين الكباش وأي حيوان آخر، فإن أول ما يلفت انتباهك هو قواعدها المهذبة. لن تضرب الكباش أبداً بطريقة متسترة. حتى في هذا الفيديو، عندما قام أحدهما بتخويف الآخر ومضايقته بكل طريقة ممكنة ودفعه قليلاً، لم يبدأ القتال إلا بعد انفصالهما بما يكفي ونظر كلاهما في عيون بعضهما. حسناً، كانت هناك ضربة كبش. تصل قوة هذه الضربة حتى في الكبش المتوسط إلى 400 كيلوغرام. من الغريب أن الكبش لا يشعر بأي إزعاج إطلاقاً. الجزء الأمامي رأسه وقرونه قوية بحيث لا تتضرر حتى عند الاصطدام بجدار خرساني. كما تساهم في ذلك مرونة معينة في القرون والعظام الأمامية عندما تلامس عائقاً صلباً. كما تمتلك هذه المخلوقات العنيدة سلاحاً مخفياً آخر لا يستخدم في المعارك بينها. ألا أتحدث عن أصابع القدم الحادة الداعمة على كل من أرجل الكبش القادرة على إحداث جروح خطيرة. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات أي معركة أثرت فيك أكثر. شكراً للمشاهدة. أراكم لاحقاً.